وحياتك وحياتك، وأنا مسؤول عن كلامي، وهذا الكلام يمكن راح يسبب لي مشاكل، لكن حي الله المشاكل. الحنطة العراقية أفضل ما تكون، لكن وين باع الأسرار اللي ما حد يحكيها؟ اليوم أحكي لك إياها الأسرار وين. أكو عندهم خلطة يسموها خلطة الطحن، ها من يطلعها؟ يطلعها المختبرات مال من؟ مال المطاحن. بعض المطاحن شي يسوون، وأنا ما دا أقول المطاحن الأهلية ولا دا أقول الحكومية، دا أقول بشكل عام اللي المطحنة اللي تطلع طحين سيال أو تالف. شوف واحدة من الملاعب شنو أكو عندهم، هاي أنا حكيتها وسالي أكررها، بالطحن شي يسوون قبل ما يجيبون الحنطة يعرضوها للرطوبة. الرطوبة الحنطة من تصير رطبة أستاذ نجم تقوم تدق وزن، الوزن شي يسوي؟ يخليها بالطاحونة، من ذول يجيبوها وهي رطبة بالطحين، شو تسوي له؟ تطلع له خالة ثقيلة وتطلع له طحين ثقيل. الطحين من ينطحن بسلندرات معينة، مثلا احنا عندنا الطحين اللي يودوه للخارج، صارت أزمة لبنان خلوا النسبة مالته ما ادري شي يسموها، بس النسبة 80. العراقيين المقاريد شي يسوي لهم؟ نسبة 70. ليش؟ حتى تطلع الخالة ويبيعوها.